يعني أكيد أكيد لو يعني كل الناس طبقته مش هنوصل لمرحلة الشيخ محمد، مرحلة ما فيش صاحب بيتصاحب. نكمل دبلوماسية ولا لا نكمل دبلوماسية. هو ما فيش صاحب بيصاحب، احمد سعد رد عليه بيقول بحبك يا صاحبي. احبك يا صاحبي موجودين يعني بالظبط. هنكمل برضو كلام المشايخ، فكره وجود الصاحب او الصديق زي سيدنا ابو بكر والنبي. يعني النبي لما هاجر من مكه للمدينه، النبي كان عنده 53 سنه وكان سيدنا ابو بكر عنده 50 سنه، والرحله كانت شاقه جدا جدا جدا. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا حواليه، لو بصينا على سيدنا علي والنبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الهجره وتعامله حتى مش مع اصحابه، تعامله مع المشركين، كان الواحد يستغرب ويتعلم منه حاجات كتيره جدا. انا لما بقعد اراجع كده وابص على الهجره كده من بعيد واشوف ان سيدنا علي لما النبي صلى الله عليه وسلم نيمه مكانه في الفراش، احنا كلنا عارفين ان هو في سببين للموضوع ده، والسببين في سبب معلوم جدا للناس ان هو ان يبقى زي تمويه للمشركين اللي هم متجمعين من كل قبيله جايبين واحد. انت متخيل كميه القسوه ان انت تجيب من كل قبيله واحد عشان يضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف مره واحده، وسيدنا علي ينام مكان النبي. والسبب الثاني ان سيدنا علي يرد الحقوق للناس دي، في امانات للناس المشركين اللي عايزين يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ليهم حقوق عنده، في امانات عنده، فلما النبي مشي في امانات، مين اللي هيرد الامانات دي؟ انت بترد الامانه للناس اللي اساءت اليك. طول فتره النبي صلى الله عليه وسلم، طول ما هو كان في مكه، رغم كل الاهانات وكل الحاجات اللي حصلت له، الا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع محدش في مره سمع منه كلمه ممكن تاذيه. اختياره سيدنا ابو بكر يبقى معاه، وان سيدنا ابو بكر زي ما حضرتك قلت، واسماء وعبد الله ابن سيدنا ابو بكر، وفكره التمويه نفسها ان هما رايحين، المفروض ان مكه كده والمدينه كده وغار ثور كده، فهو يعكس اتجاهه عشان ما حدش يتوقع ان الاتجاه الناحيه دي فالناس تمشي كده. فاختيار الصاحب في حياتك ده من اهم الحاجات اللي انت ممكن تدور عليها في حياتك. دور على الصاحب اللي بيحبك، دور على الصاحب اللي هدفه قريب من هدفك. لو لقيت الصاحب ده امسك فيه. يا رب نلاقيه ان شاء الله.